ولهذا اختلف العلماء أي العشرين أفضل، العشر الأخيرة من شهر رمضان أو العشر الأول من شهر ذي الحجة، لما ورد من النصوص والفضائل في العشرين، العشر الأواخر من رمضان والعشر الأول من شهر ذي الحجة. والتحقيق في ذلك ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من أهل العلم، أن الليالي الأخيرة من شهر رمضان هي خير ليالي السنة، والعشر الأول من أيام ذي الحجة هي خير الأيام، فأصبحت الليالي العشر الفاضلة في السنة كلها هي العشر التي تأتي في خاتمة شهر رمضان، وخير الأيام هي الأيام الأول من شهر ذي الحجة. العشر الليالي الأخيرة من شهر رمضان ليالي تحيا بالذكر والعبادة وصلاة الليل، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخلت شد مئزره وأحيا ليلة وأيقظ أهله. وفي هذه الليالي ليلة هي خير من ألف شهر، كما قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فإذن الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك هي خير الليالي وأفضلها. وفي الأيام خير الأيام الأيام الأول من شهر ذي الحجة، أو العشر الأول من شهر ذي الحجة، فيها يوم عرفة سيد الأيام، فيها يوم عرفة سيد الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي العشر الأيام الأول من شهر ذي الحجة يوم النحر، بل عده بعض أهل العلم أفضل الأيام على الإطلاق، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر، أعظم الأيام عند الله يوم النحر. ولهذا اختلف أهل العلم أي اليومين أفضل، يوم عرفة أو يوم النحر، فهذان اليومان الفاضلان هما من أيام العشر، وهما من أيام العشر، وفيها يوم التروية اليوم الثامن من ذي الحجة، وفي ذلك اليوم يتهيأ الحجاج ملبين منطلقين إلى منى للبدء بأعمال الحج ومناسكه العظيمة المباركة. خلاصة القول أن في الليالي خير الليالي الليالي الأخيرة من شهر رمضان المبارك، وفي الأيام خير الأيام الأيام الأول من شهر أو العشر الأول من شهر ذي الحجة.